بسم الله، دلوقتي هنتكلم على أول جزء في الفيروس. مقدمة عن الفيروس، إيه خصائص الفيروس؟ أول حاجة معانا إن الفيروس ده مش خلية، ده خلية بيبقى فيها نيوكليوس وبيبقى فيها أورجانيلز. الكلام ده مش موجود في الفيروس، الفيروس نوت سيل. وده الفيروس بيكون فيري فيري سمول، من 20 ل 300 نانومتر. الفيروس برضه من خصائصه ان هو بيعيش جوه الخليه، ما ينفعش يعيش بره الخليه، ما فيش فيروس لوحده كده بره، تمام؟ يبقى هو انترا سيلولار. الفيروس بيحتوي على الماده الوراثيه بتاعته، الجينوم بتاعه، اما يكون دي ان اي او ار ان اي. ودلوقتي ده مجموعه خصائص للفيروس، ان الفيروس ليس خليه، انه فيري سمول من 20 ل 300 نانومتر، و بيعيش جوه الخلية obligatory intracellular، والجينوم بتاعه لما يكون دي ان اي او ار ان اي. طيب الفيروس ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نيوكليك اسيد اللي احنا اتكلمنا عنه، هو دي ان اي او الار ان اي، وبروتين كود كده محوطه اسمه كابسيد. يبقى الفيروس عبارة عن ايه؟ كابسيد ونيوكليك اسيد، كابسيد ونيوكليك اسيد. طيب بيقول لك ان الكبسل والنيوكليك اسيد ده على بعضه بنسميهم نيوكليو كبسل، نيوكليو كبسل. يبقى ما هو النيوكليو كبسل؟ اللي هو الفيروس. يبقى الفيروس عباره عن نيوكليو كبسل. يبقى لو عملت ديفينيشن للفيروس بتبقى نيوكليو كبسل، يبقى مكون من بروتين كود و الماده الوراثيه اللي هي الار ان اي او الدي ان اي. الفيروس اما يكون عندي اللي هو النيوكليو كبسل ده النيد، معلوش حاجه، تمام، او انفلوب متغطي بغطا. يبقى احنا عرفنا تركيب الفيروس اللي هو نيوكليك اسيد وكبسل، اما يكون متغطي، تمام، يبقى في انفلوب زياده، تمام، او اللي هو نيجز، تمام. ده زي ما احنا شايفين ده الدي ان اي او الار ان اي، تمام، وده اللي حواليه ده مين؟ ده الكبسل. طيب يبقى كده كده الفيروس كمل، تمام، اما يكون انفلوب متحوط بمين؟ بالانفلوب ده او نون انفلوب، تمام، اما يكون انفلوب او نون انفلوب. هنرجع للصوره دي تاني، هنحتاجها شويه كده. طيب الاستراكشر بتاع احنا قلنا كابسيد او نيوكليك اسيد ده الاساس عندي. الانفلوب ممكن الفيروس يكون انفلوب او نون انفلوب. طب الكابسيد ده عباره عن ايه؟ عباره عن شويه بروتينات، تمام، بروتين بنسميهم يعني البروتينات اللي بتكونه الكابسيد ده اسمه كابسومر، تمام، كابسومرز. يبقى الكابسومرز بيتحمل مواد كده ويكونوا مين؟ الكابسيد. طب ايه وظيفه الكابسيد ده؟ وظيفه الكابسيد ان هو بيحمي بروتكت مين؟ الدي ان اي والار ان اي، صح؟ يبقى بيحمي الماده الوراثيه بتاع الايه؟ الفيروس من النيوكلييز انزيم اللي هو الانزيمات اللي هتكسر الماده الوراثيه، تمام؟ طيب اضافه الى انه ليه وظيفه في السيمتري، يعني سيمتري؟ بقول لك ان الكابسومرز اللي هي البروتينات اللي مكونه للكبسيد دي ترتيب معين، تترتب بترتيب معين يعطي شكل معين، تمام. طيب يعني ايه سيمتري؟ يعني تشابه. ايه اللي يخلي الفيروس ده شبه الفيروس ده شبه الفيروس ده شبه الفيروس ده؟ اللي يخلي انهم شبه بعض انهم لهم نفس الكبسيد، نفس شكل الكبسيد، نفس ترتيب الكابسومر. طيب هو الترتيب ده هو ترتيب واحد ولا كذا، يعني كذا شكل؟ لا كذا شكل، ممكن يكون ايكوزا هيدرا او هيليكال او كومبلكس. ثواني، يعني ممكن في فيروسات كتير بيكون ايكوزا هيدرا، في فيروسات كتير بيكون هيليكال، في فيروسات كتير بيكون كومبلكس. وتاني كده تعال نشوف الاشكال بس بتاع الايه الايكوزا. اهي ده الايكوزا هيدرا اللي هو شكل اللي هو الايه الكريستاليه كده، تمام، ده شكل. في فيروسات كتير بتكون شكلها ايكوزا هيدرا. فايه اللي يخلي الفيروسات دي كلها شبه بعضها؟ ترتيبه مين؟ ترتيبه الكابسومر. شوف الكابسومر اللي هو البروتين الصغير ده، تمام. طيب او ممكن تكون هيليكال او ممكن تكون ايه كومبلكس، تمام. طيب يبقى دلوقتي احنا وظيفه الكبسه دلوقتي خلت في تشابه بين الفيروسز. ليه بقى؟ ليه في تشابه؟ لان ترتيب الكابسومر عطى شكل معين، والشكل المعين ده موجود في كذا فيروس. اضافه ان الكابسيد ده، تمام، ليه وظيفه اتاتشمنت، يعني بيلزق في الخليه.
عشان قلنا ان الفيروس بيعيش جوه الخليه، وبالتالي ان هو بيعمل ايه؟ او وظيفه ادزوربشن. ايه الادزوربشن ده؟ هنعرفه في الفيرال ريبليكيشن، ان هو عباره عنها اتاتشمنت للخليه، يعني الكبس ده بيلزق في مين؟ بيلزق في الخليه. تمام. طب دلوقتي بقى النيوكليك اسيد عباره عن ايه؟ احنا قلنا اما دي ان ايه او ار ان ايه. بيقول لك الدي ان ايه بيكون سنجل مولكيول، يعني على بعضه كده، ده جزء على بعضه، او الار ان ايه ممكن يكون سنجل او ان هو سيجمنتد. تمام. طيب طبعا احنا عارفين سواء بقى دي ان ايه او ار ان ايه، سواء دي ان ايه او ار ان ايه، يعني الدي ان ايه ممكن يكون وان ستراند، تمام، سنجل ستراند او دبل ستراند، والار ان ايه ممكن يكون برضو سنجل ستراند او دبل ستراند. ممكن يكون الكلام ده لينير او سيركولر، يبقى ده الاشكال بتاع مين؟ بتاع الايه؟ النيوكليك اسيد. طيب الانفلوب اللي احنا عمالين نتكلم عليه من ساعتها ده عباره عن ايه؟ عباره عن لايبوبروتين وجلايكوبروتين. هنشوف في الصوره دلوقتي. اللايبوبروتين عباره عن ليبيد وبروتين. الليبيد ده جايبه منين؟ من السيل ميمبرين بتاع الهوست، مش هو هيكون موجود بيعيش جوه الخليه، فهو هو طالع بيتحوط بمين؟ بانفلوب. والانفلوب ده الليبيد المكون ليه ده من السيل ميمبرين بتاع الخليه. كذلك مين؟ يوجد فيه بروتينات، والبروتينات ديت بتكون سبيسيفيك لمين؟ للفيروس. يعني كل بروتين بيكون سبيسيفيك للفيروس معين. في جلايكوبروتين، ايوه في جلايكوبروتين، وهو بيكون ايه؟ عامل زي السبايكس كده. هنشوف الصوره اللي تحت. تمام اهي. ده مين؟ ده الجلايكوبروتين عباره عن سبايك لايك بروجكشن كده. طلع منين؟ طلع من ده جزء من الانفلوب. يعني طبعا ده الانفلوب على بعض بيبقى فيه ليبيد ومين؟ ليبيد وبروتين. ليبيد وبروتين، لايبو بروتين. تمام. الاشكال بتاعت الفيروس اللي احنا قلنا الفيرال سيمتري، يعني احنا قلنا سيمتري يعني تشابه. تشابه الفيروس يعني في مجموعه من الفيروسات بيكون شبه شكلهم كده. ايه اللي خلى فيه تشابه بالمنظر ده؟ ان الكبسد بتاعهم كلهم شبه المنظر ده. تمام. طيب هندخل في موضوع تاني اسمه فيرال ريبليكيشن. و ده الفيرال ريبليكيشن. الفيرال ريبليكيشن الفيروس هيكون ولاده ازاي؟ تمام. اول خطوه هيعمل ايه؟ هيعمل ادزوربشن. ايه عمليه الادزوربشن ديت؟ هو اتاتشمنت اوف ذا فيروس اون ذا هوست سيل، ان الفيروس يجي يمسك في مين؟ في الخليه. مجرد يمسك في الخليه اتاتشمنت، يبقى ده اول خطوه بسيطه جدا اهي، مجرد اتاتشمنت. طب تاني خطوه بينتريشن. يعني ايه بينتريشن؟ يبدا يخرج من بقى الخليه. طيب عندنا اما فيروس، اما يكون انفلوب او نون انفلوب، اما يكون انفلوب او نون انفلوب. طب سيبنا من الموضوع دلوقتي، انا رجع له تاني. انا عارف خلاص ان هو مسك في الخليه، بعد كده عمل بينتريشن خرج الخليه، بعد كده ايه؟ ان كوتنج. مش هو متحوط بانفلوب، مش هو متحوط بكبسد اللي هو بروتين كوت، لا يبدا يفقد البروتين كوت ده. تمام. عشان يبدا يعمل ايه؟ ان كوتنج، يحصل له ترانسكريبشن وريبليكيشن، صح؟ يبقى هفقد مين دلوقتي؟ يفقد الكبسد بتاعه. يبقى ريليز اوف فيرال نيوكليك اسيد باي سيلولر انزيم. الانزيمات بتاعت الخليه تكسر مين؟ البروتين كود اللي هو الكبسد، ويبدا يبقى فاضل دلوقتي مين؟ عندي اللي هو نيوكليك اسيد. اول خطوه اتاتشمنت، خلاص مسك في الخليه، بعد كده عمل بنتريشن خرم الخليه، بعد كده قلع هدومه اللي هي الايه؟ الكبسد. طيب يبدا يحصل عمليه ترانسكريبشن وترانزليشن، اضافه الى عمليه برضو ريبليكيشن، تضاعف، ان الدي ان اي بتاع او الار ان اي بتاع الفيروس ده يبدا يتضاعف. ولما تضاعف طبعا التضاعف ده العيال اللي جابها الفيروس ديت بنسميها ايه؟ بروجني. تمام. سواء البروجني دي من دي ان اي او من الار ان اي. تمام. خلاص يبقى انا عندي دلوقتي ايه؟ العيال بتاع الفيروس عباره عن دي ان اي وار ان اي. طيب هل هم متغطين بحاجه؟ لا. طيب المفروض هلاقي جوه الخليه حصل في تكوين لمين بقى؟ تكوين لبروتين كود، تكوين للكبسل، وكل عيل من دول ياخد مين؟ ياخد البروتين كود بتاعه، ياخد الكبسل بتاعه. ده اسمه عمليه الاسمبلي. يبقى اسمبلي اوف فيرال نيوكليك اسيد اند بروتين كود. خلاص كل واحد ياخد مين؟ الهدوم بتاعه. وبعد كده يحصل ايه؟ ريليس. بعد كده يحصل ريليس، ان الفيروس يحصل له ريليس. طبعا
يبقى كلام سهل بسيط جدا، بس انا عاوز اقف على نقطتين، نقطه البنتريشن ونقطه مين الريليز. الريليز اما عن طريق حاجه اسمها بادنج او ربش، اما الخليه تقوم مربشره تمام والفيروس يقوم طالع منها، او الخليه تفضل سليمه وهو يطلع عمليه زي التبرع كده، يطلع مين الفيروس في انفلوب يعني. تمام هنشوف الايه الجزء ده. طيب او نقف عند حته الايه البنتريشن بقى. طيب تعالى نشوف الايه، بص يا سيدي دلوقتي انا عندي دلوقتي ايه فيروس ده انفلوب صح. طيب الانفلوب ده يدخل ازاي؟ اهو يمسك في الريسبتورز تمام، يمسك في الريسبتور يحصل له ايه فيوجن كده، فيوجن تمام، هذا فيوجن وخلاص دخل تمام. يبقى دلوقتي ايه طريقه من الدخول ان هو فيوجن ده في الايه ده في الانفلوب فيروس، او ان هو يدخل في ايه في اندوزوم اهو يتحوط بمين بايه باندوزوم. طيب يبقى ده طريق. طيب لو هو كان لو كان ايه دلوقتي لو كان نون انفلوب هيدخل ازاي بالاندوزوم برضه. يبقى انا عندي دلوقتي نون انفلوب هيدخل بالاندو سيتوزس تمام، والانفلوب عن طريقتين الفيوجن ومين اهو ده الانفلوب فيوجن خلاص فيوجن اتحد مع بعض وخلاص ده، او ان هو اندوزوم. اما الثانيه اللي هو النون انفلوب لا بايه باندوزوم. يبقى ده ايه بالنسبه لهذا الجزء ده. طيب الفيرال خلاص كده خلصنا الفيرال ريبليكيشن تمام. عمليه الخروج بقى اللي هي البادنج ديت هنشوفها برده، عاوزين ايه نتصورها يعني. ممكن اهو ممكن نعكس الايه الخروج يعني، شوف الدخول ايه الدخول بيبقى كده صح اهو تمام. ممكن عمليه البادنج بالمنظر ده كده، هذا البادنج تمام. يبقى البادنج اهي ده البادنج تمام. هل الخليه باظت؟ لا ما باظتش ولا اي حاجه. طيب او عن طريق الرابشر بقى اللي هو ايه خليه ايه ترابشر على بعضها تمام، ما يحصلش ايه عمليه البادنج دي. يبقى ده بالنسبه للفيروس ريبليكيشن. طيب انا عندي بقى تاثير الفيرال انفكشن على الخليه، تاثير الفيرال انفكشن على الخليه. والله ان ممكن هذا الفيروس اهوت اعمل اتاتشمنت للخليه واعمل بنتريشن وخلاص اعمل مالتيبليكيشن جواها تمام. حلو احنا قلنا ممكن يحصل لايزس، احنا قلنا من ما يتكون ممكن يحصل له رابشر خليه رابشر اوف ذا سيل ميمبرين لايزس يعني، او يبقى ممكن يبقى ده مصير الخليه ان يحصلها ايه ها لايت ده نوع من الخليه نوع من انفكشن بنسميه لايت انفكشن. يعني الفيروس يدخل ويعمل لي لايزس لمين؟ ويعمل لي لايزس للسيل ميمبرين، يبقى ده نوع. او ممكن يحولها الى ها يلعب في الجينات بتاعتها ويعمل لي في الاونكوجين تمام، ممكن يكون اونكو فيروس فيحولها الى خليه ايه خليه سرطانيه، يبقى ترانسفورميشن انتو تيومر سيل تمام. او ممكن يفضل الفيروس يدخل وايه يدخل ويطلع يدخل ويطلع ويكون ايه يعني الفيروس يدخل ويعمل مالتيبليكيشن ويطلع ايه ويطلع ولاده ويدخل تاني ويطلع يحصل ايه الانفكشن موجود، يبقى ده بيرزيستنت انفكشن. او ان الفيروس يدخل وايه ويستقر ما يعملش اي ايه ما يعملش اي حاجه، يدخل ويستقر ها ما يعملش اي بروجني يعني ما يطلعش ولاد تمام، ويفضل مستقر الايه لفتره ممكن شهور او سنين. يبقى دلوقتي عرفنا مين؟ عرفنا المصير، المصير بتاع مين؟ بتاع الخليه. يبقى اما يحصل لها لايزس او يحصل لها ها بيرزيستنت انفكشن عماله ايه؟ تطلع فيروس وتطلع فيروس على طول تمام؟ او يحصل ليتنت انفكشن ان الفيروس يفضل موجود تمام؟ الدي ان اي بتاع الفيروس يفضل موجود لغايه ما يحصل ايه؟ ري اكتيفيشن او تتحول الى خليه تيومر. طيب في نوع اللي هو ابورتد، الفيروس يدخل وما يقدرش يعمل اي حاجه، دي مشكله بقى في الفيروس او مشكله في الايه مشكله في الخليه تمام. يبقى ده الفيرال ريبليكيشن. في موضوع تاني اسمه البكتيريوفاج تمام. موضوع البكتيريوفاج ده مهم جدا بيجي في نظري، وعاوزين نقف على كذا حاجه. عندنا صوره ليه ده البكتيريوفاج. طيب نفس الكلام يعني ايه الاول يعني ايه بكتيريوفاج؟ ده البكتيريوفاج يعني ايه بكتيريوفاج؟ ده فيروس بيتطفل على مين؟ على بكتيريا. يبقى ده فيروس بيتطفل على بكتيريا تمام. طيب ممكن يكون بيحتوي على دي ان اي فيروس او ار ان اي فيروس. الدي ان اي ممكن يكون دبل ستراند
او سنجل ستراند، كلام طبيعي جدا عادي جدا. طيب بيقول لك ان الفاج دهوت في سبيسيفيسيتي، يعني كل فاج بيصيب بكتيريا معينه. تمام، يعني مثلا عندي الاستاف، الاستاف اوريس، تمام، مش ليها فاج معين، لا ده الكل سترين في الاستاف اوريس لها فاج معين. تمام، يعني الاستاف اوريس دي لها كذا سترين. تمام، كل سترين من ديت من الاستاف ليه بكتيريوفاج معين، ده في سبيسيفيسيتي جامده في البكتيريوفاج. طيب بيعمل ايه الفاج ده؟ بيعمل يدخل يصيب البكتيريا ويحصل ويحصل ايه ريبليكيشن، وما يحصل ريبليكيشن يدمر البكتيريا، صح؟ طيب ما حلو اهو، انا ممكن استخدم مين بقى البكتيريوفاج ده اللي بيدمر البكتيريا في العلاج، صح؟ اللي انا اعمل انتي بكتيريال ايجنت من ده، يعني ممكن كانه مضاد للبكتيريا. تمام، استخدم الفاج كانه مضاد للبكتيريا ويدمر لي البكتيريا علاج يعني. تمام، برضو ممكن استخدم الفاج طالما هو استخدمناه قبل كده في لما اخذنا الدي ان اي والكلام ده كفيكتور، ان انا دخلت ايه دي ان اي معين عندي انا مصنعه ريكومبيانت دي ان اي ولزقته في الفاج ده، تمام، والايه بدا يحصل ريبليكيشن، بدا يحصل ريبليكيشن، تمام، ان هو الفيروس دهوت مسك البكتيريا دخل الايه الماده الوراثيه وبدات ايه تتضاعف، يبقى ده اسمه ايه ريكومبيانت دي ان اي فيكتور. تمام، طيب ممكن كمان عمليه مين حاجه اسمها فاج تايبنج تو تريس سورس اوف انفيكشن. انا عندي دلوقتي الفاج بيقدر يعمل ايه؟ الفاج يقدر يدمر البكتيريا. طيب دلوقتي انا شاكك في حاجه معينه، ان الشخص دوت عنده عدوى معينه، وانا عارف ان الفاج اللي معايا ده وليكن بيدمر الاستاف، فهو لو دمر البكتيريا دي بقت البكتيريا ديت ايه استاف، يبقى انا دلوقتي عرفت السورس اوف انفيكشن، مصدر العدوى منين، عرفت دلوقتي مصدر العدوى جه منين. هنتكلم دلوقتي على مقارنه بين نوعين من الفاج، انا هتكلم عن البكتيريوفاج والخصائص بتاعته واهميته والكلام من ده. في عندي نوعين من الفاج، في نوع اسمه فيرلنت فاج وفي تمبرد فاج. ما هو الفيرلنت فاج؟ الفيرلنت فاج من اسمه بيعمل لايزس، بيعمل لايزس، تمام، ده شرس، تمام، بيعمل لايزس لمين؟ بيعمل لايزس للبكتيريا، مجرد ان هو هيلزق في البكتيريا كده ويدخل الدي ان اي بتاعه يعمل ايه؟ يعمل لي لايزس لمين؟ يعمل لي لايزس للبكتيريا، تمام، ده اسمه مين؟ ده يدمر الدي ان اي بتاع الايه البكتيريا، تمام، ويكون هو بقى ايه الكود بتاعه ويطلع، يعني هو عامل ريبليكيشن ويعمل لي لايزس لمين؟ يعمل لي لايزس للايه للبكتيريا، ده اسمه ايه ليتك سايكل، تمام. هل الايه هل الدي ان اي عامل انتجريشن؟ لا انا مش انتجريشن، يعني هل الدي ان اي ده هو راح لزق في الدي ان اي بتاع البكتيريا؟ لا، يبقى دونت انتجريت الجينيتك بكتيريا بتاع الايه بتاع الهوست بتاع الايه بتاع البكتيريا، يعني عمال يعمل ايه يعمل لي كيل للبكتيريا ويدمرها لي، تمام، ده هو بيعمل لي لايزس للدي ان اي ولايزس للبكتيريا. اما التمبرت فاج، لا التمبرت فاج ده جميل، ليه بقى؟ بيجي يلزق في مين؟ بيلزق في الخليه، ده الدي ان اي اهو، تمام، ده اسمها لايزوجينيك سايكل. ايه اللايزوجينيك سايكل ده بقى؟ بيجي يلزق يعمل انتجريشن في مين؟ في الدي ان اي بتاع الخليه البكتيريا يعني، والبكتيريا بتنقسم، وطول ما هي بتنقسم انا بعمل ريبليكيشن لمين؟ تضاعف ليه؟ عمال بيزيد في العدد، صح؟ كل ما خلايا اما البكتيريا ديت ها تتضاعف، هيتضاعف معاها مين؟ هيتضاعف معاها اللي هو الدي ان اي بتاع الفاج، تمام؟ طيب واحنا نفضل كده؟ طول ما مفيش انفكشن، طول ما مفيش انفكشن انا عندي الفاج ايه نايم وقاعد، تمام، انتجريت وساكن ومفيش اي كيلنج للبكتيريا ولا اي حاجه. طب لو حصل، هل هو ملوش القدره على ان هو يدمر البكتيريا ديت ويطلع خلاص يعمل ريبليكيشن ويطلع؟ لا، ليه القدره؟ يبقى احنا نقول ان هو
طول ما absence of productive infection، طول ما هو قاعد ساكن عامل integration تمام وما فيش اي ايه وما فيش اي مشكلة تمام. اما لو حصل مثلا infection معين او كده تمام، ممكن يحصل ايه، خلاص يحصل ان هو يتضاعف ويطلع بره عادي تمام، للقدرة ان هو يكون ايه بروجني اللي هو ايه يكون يتضاعف يعني يتكسر ويكون عيال تمام. بسم الله. دلوقتي هنتكلم على الهيربس فيروس. الهيربس فيروس ده فيروس من عائلة الدي ان ايه فيروس، والهيربس فيروس ليس فيروس واحد، ده مجموعة من الفيروس. عندنا الفا جروب وعندنا بيتا جروب وعندنا جاما جروب. الالفا جروب فيها اللي هو الهيربس سيمبلكس فيروس 1 وهيربس سيمبلكس فيروس 2 اضافه الى فاريسيلا زوستر فيروس. في الفيديو ده هندرس الهيربس سيمبلكس فيروس 1 وهيربس سيمبلكس فيروس 2 تمام. الفيديو الجاي هنتكلم على الفاريسيلا زوستر فيروس تمام. عاوزين ايه في كل فيروس عشان نبقى فاهمين دي ماشيه ازاي، عايزين نعرف الفيروس ده بيتنقل ازاي، طيب وايه الاعراض او ايه الليجنز اللي بيعملها لي، يبقى ده برايمري انفكشن، هيسمى برايمري انفكشن ها. تاني حاجه الفيروس ده هيسكن فين وهيستقر فين ويقعد خامل تمام، اسمه الليتنسي. خلاص بقى بعد ما الفيروس يؤدي الليجن بتاعه، ما الفيروس بيعيش جوه الخلايا بتاعتي تمام، هيعيش فين؟ طيب بعد فترة من الزمن هل هيرجع الفيروس ولا لا؟ طب لما يرجع هيبقى معاه ايه؟ هيجيب ايه الاعراض اللي هيجيبها لي؟ اللي هي reactivation. طب اول حاجة بنتكلم عن البرايمري انفكشن اللي هو هيربس سيمبلكس فيروس 1، ايه البرايمري انفكشن بتاعته؟ اول حاجة بيعمل لي كرياتو كونجنكتيفايتس تمام. بيعمل كمان في برابيق كده جنب الايه؟ جنب البق، بيبقى عبارة عن ايه؟ كولد سورز كده تمام؟ هيربس ليبياليس في اللبس كده. كمان برضو في الجنجايفا بيبقى في جنجايفو استوماتايتس. يبقى ده مشاكل فين؟ مشاكل في الفم ومشاكل في العين. طيب لو انت دكتور فهيبقى في عندك حاجه اسمها هيربيتك ويت لو، يعني ايديك بتتعامل مع الفم بتاع المريض وكده، فهتصاب بايه؟ بالليجن ده، عباره عن باستيول كده حبايه كده في الفينجر او الهان تمام. طيب لو انت بقى راجل اميون كومبرومايز بيشن، الفيروس هيدمرك بقى تمام، هيجيب لك نيمونيا، راسم تو لانج سومل واسوفيجاس، هيعمل لي اسوفيجايتس تمام، اضافه الى انكيفالايتس، مركب له سماعه عشان اعرف ايه ان هو عنده انكيفالايتس. طيب الراجل ده اللي هو الهيربس سيمبلكس فيروس 1 خلاص عمل الليجن بتاعه، هيستقر فين بقى؟ بعد ما يعمل البرايمر انفكشن ترافلز فاي ذا نيرفز لغايه ها الجانجليا اللي هي ترايجيمينال جانجليا، على ثلاثه هم ترايجيمينال جانجليا تمام. طيب بقى بعد كده، طب لو هو ما استقر كده بعد مده من الزمن ويظهر تاني يعمل لي ايه؟ هيعمل لي كولد سورز ويعمل لي كيراتايتس تمام، كيراتايتس التهاب في الايه الكورني تمام. بالنسبه للهيربس سيمبلكس فيروس 2 بينتقل سيكشوال، اما ده كان بينتقل ايه؟ عن طريق السلايفا. طيب ده ينتقل سيكشوال هيعمل ايه؟ طبعا بيعمل لي حاجه اسمها جينيتال هيربس، طبعا سيكشوال يعني في منطقه الاكسترنال جينيتاليا، وكذلك مين؟ كذلك السيرفكس. جميل. طب ولو الام ده حامل بقى، ها الطفل اللي نازل هيبقى كله هيربس تمام، كله عليه فيزيكولار ليجن، هيبقى جسمه كله ايه فهربس خلاص لو نزل من البيرث كانال. كمان اضافه للهربس بتاع الطفل اللي هو جسمه هيبقى عليه هربس كتير، ان هو ممكن يجي له مثلا انفلونزا، ممكن اعراض كتير تتراوح ما بين انفلونزا كده ولا حاجه تمام، لغايه مين؟ لغايه سي ان اس، ممكن يحصل سي ان اس مانيفستيشن وكده تمام. ممكن الاعراض يجيب برضو الصاب الفيروس ده يحصل له اسيبتك مننجايتس، انا تاج اهوت تمام وعليه ايه ام يدل عليه ان هو مننجايتس تمام.
بيقعد فين بقى؟ في الساكرال الجانجليا. احنا رسم ساكرال اهو، ساكرام اهوت بيدل اللي هو في بيقعد يعني في الساكرال جانجليا. تمام. بالنسبه للري اكتيفيشن فهو دايما بيعمل ري اكتيفيشن على طول، مور فريكوينتلي اوف ري اكتيفيشن، ولكن غالبا بيبقى اسيبتوماتيك، يا دوبك بس بيعمل ايه فايرال شيدنج. يعني ايه فايرال شيدنج؟ يعني فايرال بادنج، يعني ان الفيروس يدخل الخليه وايه ويقعد ايه يتكاثر وكده يعني. تمام. التريتمنت حاجه اسمها اسايكلوفير، وده بيقلل الفيرال شيدنج. تمام. وبالتالي بيقلل ايه؟ يعني بيقلل حدوث مين؟ ما بيقتلش فيروس، ولكن بيقلل الايفكت بتاع مين؟ الفيروس. بسم الله. دلوقتي هنتكلم على فاريسيلا زوستر فيروس او تشيكن بوكس فيروس. الفاريسيلا دوت الفيروس ده بيتنقل من طفل لطفل عن طريق دروبلت انفكشن، يعني الطفل يكون موجود في المدرسه. تمام. ويتنقل عن طريق الايه الرذاذ او دايركت ايه كونتاكت، الواد عمال يلعب في ايه مناخير زميله او بتاع او الايه الطفل المصاب يعني او حاجه. تمام. طيب الطفل هيبدا يبان عليه ايه؟ ايه الاعراض اللي هتبان عليه؟ اول حاجه طبعا الانكيوبيشن بيريود بتاخد من ايه من 14 ل 21 يوم، يعني ما بيبانش الاعراض على طول كده، بتاخد مثلا ايه 14 ل 21 يوم. بعد كده الطفل ابدا الاقي عليه ايه، الاقي في ظهره الايه اللي هو الفيزيكولار راش ده. تمام. طيب والاقي عنده برضو الطفل بدا يسخن وكده، والاقي كل الترانك مليان ها فيزيكولار راش، ويبدا للايه يمتد لللمب وللفيس وكده. تمام. ايه المميز للفيزيكولار راش ده؟ ان الراش بتكون سكسيسيف. يعني ايه سكسيسيف ويفز؟ يعني هتلاقي مثلا الايه حبايه ديت طبعا التدرج مختلف في الايه في الراش، يعني ده غير ديت دي غير دي دي غير دي. تمام. ده الفيزيكولار راش. ممكن الطفل كمان يكون لو حصل كومبليكيشن وما تلحقش، تمام، يجي له انكفالايتس وممكن نومونيا. تمام. طيب ده بالنسبه للتشيكن بوكس. ايه حاجه اسمها نيونيتال فاريسيلا؟ نيونيتال فاريسيلا ان الام تكون عندها ايه الفاريسيلا زوستر فيروس، والطفل يولد بالمنظر ده. ده لو ايه لو ايرلي ان بريجننسي، لو هي الام اصيبت بالفاريسيلا زوستر فيروس بدري. تمام. وبدري في الحمل، والطفل هيبدا يظهر على الاعراض ده، هيبقى الليمب كده قصيره. تمام. وهتلاقي ايه ان حصل في مايكرو اوفثالميا، واللينز اتدمرت والريتنا اتدمرت، مشاكل كتير في العين. تمام. اضافه الى ان ايه البرين برضو هيبقى فيه دامج في البرين وكده. تمام. ده بالنسبه للطفل اللي هيتولد. اما لو الام يعني اصيبت بالفيروس متاخر، تمام، هيظهر اعراض عاديه، يعني اللي هي اعراض الايه التشيكن بوكس اللي هو الايه الفيزيكولار راش والكلام ده. تمام. على حسب برضو ان الام ايه واخده ايه خدت يعني وقايه، او خدت بتاع انتي الفاريسيلا زوستر فيروس او كده. تمام. طول ما خدت الانتي فيروس طبعا هيخف الايه المشاكل. ايه بقى حاجه الفيروس ده بيروح يستخبى فين؟ الفيروس ده بيروح يستخبى في الدرج. ايه الدرج؟ اللي هو دورسال روت جانجليا، الدورسال روت جانجليا، وكمان الترايجيمينال جانجليا. بقى ايه يفضل مستخبى هناك؟ طيب خلاص انا جالي وانا صغير تشيكن بوكس، خلاص كبرت في السن وحصل اميونو كومبرومايزد، الاميونيتي باظت دمرت، بقيت اميونو كومبرومايزد بيشنت. يبدا الايه الفيروس ينتقل من مين؟ من الدورسال روت جانجليا الى عن طريق النيرفز بقى، وايه ويطلع على ايه ويطلع بالمنظر ده ويعمل لي مين؟ ويعمل لي الشينجلز دي اللي اسمها شينجلز او زوستر. طبعا ده بيبقى الم رهيب بينفول فيزيكلز بطول السنسوري نيرف. طبعا كل السنسوري نيرف الفيزيكلز ديت مدمره الدنيا وعامله لك الم رهيب وكده. الدايجنوزس طبعا انا بعرف الدايجنوزس بكلينيكال، يعني الشخص بيبقى ظاهر عليه الايه الايه الفيزيكلز اللي احنا اتكلمنا عنها دي. تمام. ده الدايجنوزس بيلاقي الايه الفيزيكلز دي. تمام. طيب انا لو انا عاوز امنع الكلام ده يحصل، طبعا بعطي فاكسين اللي هو فاريسيلا زوستر فاكسين. طبعا الفاكسين هيمنع لي مين؟ بيكون اتينويتد فاكسين بريفنت مين؟ بريفنت الفاريسيلا.
طيب واحد مثلا جاله الفاريسيلا زوستر فيروس، انا قال لك لا انا هاخد الفاكسين عشان ما يحصليش الشنجلز اللي هي دي. طبعا لا طبعا هيجي له شنجلز، تمام. في حاجه اسمها بقى فاريسيلا زوستر اميونو جلوبولين، ده تعطيها لو واحد عنده مناعته مضروبه وشكيت ان اصيب بالفيروس ده، لو اعطيت له الاميونو جلوبولين بسرعه ممكن ايه، ممكن يقضي على يمنع حدوث الفاريسيلا ويمنع حدوث الزوستر. ان اميونو كومبرايز بيبل اكسبوز تو ذا فيروس، خلاص انت عرفت ان هو تعرض للفيروس ده، ممكن اعطي له الايه الاميونو جلوبولين ده ويدمر مين ويتخلص ايه من الفيروس. التريتمنت طبعا مفيش تريتمنت، مفيش انتي فايرال ثيرابي. هنشوف مع بعض يعني ايه دياجرام كده. انا عندي هنا ايه ده الايه ده الشينجلز اللي اتكلمنا عنها. هو الشينجلز دي بتظهر امتى؟ لما يكون اصلا انا اصبت قبل كده بايه ده طفل اهوت اصيب بفاريسيلا زوستر فيروس، بيستقر بقى في الايه في الجانجليا. طيب الفاريسيلا زوستر فيروس بينتقل بقى عن طريق مين بقى؟ عن طريق النيرف كده بالمنظر ده، ويوصل مين؟ ويوصل على السكن، تمام، ويعمل بينفول يعني فيزيكلز، تمام. هنا هو ده اللي هو الايه ده اللي هو الشينجلز، تمام. بس بسم الله دلوقتي هنتكلم على الابشتن بار فيروس. الابشتن بار فيروس ده بينتقل عن طريق الايه السلايفا، ويروح يدخل مين الاوروفارنكس كده، ويدخل بقى الابيثيليوم بتاع الاوروفارنكس، ويحصل ريبليكيشن جوه الابيثيليوم بتاع الاوروفارينجال ابيثيليوم. كمان بيدخل جوه البي لمفوسايت ويحصل ويعمل ريبليكيشن، تمام. اضافه الى لذلك ده هيؤدي الى ايه؟ ان البي لمفوسايت بيحصل ايه؟ يحصل لها بروليفريشن، تمام؟ بتتكاثر بالمنظر ده، تمام؟ ده البي لمفوسايت، وتبدا تطلع اميونو زياده، بتزود في الاميونو جلوبين ام والاميونو جلوبين جي والاميونو جلوبين اي. ولكن في الاميونو جلوبين ام اللي زاد ده هوت بسميه بيكون هيتيروفيل انتي بودي. هيتيروفيل انتي بودي ليه خاصيه كده؟ ان هو بيعمل اجريجيشن لمين؟ للشيب اند هورس ريد بلاد سيلز، بيعمل لها اجريجيشن، تمام. ده اللي هو الاميونو جلوبولين ام اللي هو مين الهيتروفيل انتي بودي. هيتروفيل انتي بودي. طيب ايه كمان؟ البي سيلز الانفكتد بي سيلز ديت طبعا غير طبيعيه، عمال تعمل بروليفريشن كتير، يعني تقريبا حالات الى خليه سرطانيه كده، تمام. هيجي مين؟ هيجي السي اللي هو السيتوكسيك تي سيلز، ويبدا يعمل لها ايه ريجكشن، يبدا يعمل لها ريجكشن. طيب ايه الاعراض اللي هتظهر عليا؟ في اعراض، العرض اسمه انفكشن مونو نيوكليوزس. ممكن يجي في الامتحان يقول لك كلمني على الانفكشن مونو نيوكليوزس، اقول له دي اعراض بتظهر على المريض المصاب بالابيشن بار فيروس، عباره عن فحم وفحل، فهم اللي هو فيفر وهيدك وماليز، فهل اللي هو بي اتش دي فارنجايتس وليمفادينوباثي. هلاقي عنده التهاب في الليمف نود، ولاقي عنده فيفر، ولاقي عنده هيدك، ولاقي عنده ماليز، تمام، ولاقي عنده زياده في الليفر انزيمز. كل الكلينيكال بيكتشر ده اسمه انفكشوس مونو نيوكليوزس. انفكشوس مونو نيوكليوزس من الاسم ذات نفسه يعني زياده في المونو نيوكليير سيلز، يعني زياده في الايه في الليمفوسايد اللي هو البي ليمفوسايد وكده. هلاقي زياده في الايه في البي ليمفوسايد وكده، تمام. طيب ممكن الكلام ده يحصل فيه ماليجنسي، يعني ممكن يحصل من البرايمري انفكشني الفيكشن ان يحصل فيه ماليجنسي. ايه الماليجنسي؟ والله ممكن يحصل ماليجنسي زي ما احنا قلنا في مين في الليمفوسايد، في حاجه اسمها بيركت ليمفوما، بيركت ليمفوما، وده ماليجنسي في اوف ذا جو، ماليجنسي اوف ذا جو في الافريكان تشيلدرن، تمام، اسمها بيركت ليمفوما، تمام. او يحصل في الابيثيليوم بتاع الايه بتاع الفارنكس، فيحصل نيزو فارينجيال كارسينوما، نيزو فارينجيال كارسينوما، او على اللسان كده فيبقى اي حاجه اسمها ايه ليوكوبليكيا، اورال هيري ليوكوبليكيا. يبقى ده مين؟ ده الماليجنسي اللي ممكن تحصل. يبقى انا عندي انفكشوس مونو نيوكليوزس وشويه ماليجنسي. الليتنسي الفكره ان هو
بيبقى ليتنت في البي سيلز، يفضل موجود في البي سيلز، ولما يحصل ري اكتيفيشن يبدا يعمل حاجه اسمها فايرال ليتيك سايكل، ان هو يبدا الفيروس يكسر في الايه في الخلايا، يعمل لايزيس يعني ايه للخلايا، ده اللي هو اسمه بيشن فايرالايز. اللي عاوز تعرفه اللي هو ايه ازاي يعمل ايه او بيأثر على مين، على البي لينفوسايت. طب بيعمل ايه؟ بيعمل بروليفريشن، بيزود الايميونوجلوبين ام اللي هو الهيتروفيل انتي بودي. طب الهيتروفيل ده انتي بودي ده بيعمل ايه؟ بيعمل اجريجيشن للبتاع ده، بيزود الايميونوجلوبين جي والايميونوجلوبين اي، والسايت توكسيك سيلز بتعمل ريجكشن دي، واللي هو الايه البرايمري انفكشن. بس عاوز نقف على حته في اللابراتوري دايجنوزس مختلفه شويه. احنا عارفين اللابراتوري دايجنوزس بيبقى فيه صمبه عامه كل لكل الفيروس وخلاص، ولكن في زياده هنا بيقول لك ان انت حاجه اسمها بول بانل تيست. ايه البول بانل تيست ده؟ البول بانل تيست دي بتجيب الايه عينه من الايه من السيرم يعني، فتلاقي هتلاقي عندك اللي هو الهيتروفيل انتي بودي اللي بتعمل اجريجيشن لمين؟ للشيب اريثروسايت. تمام، يبقى ما تعمل اجريجيشن للشيب اريثروسايت، والكلام ده بيكون يعني نون سبيسيفيك تيست يعني. تمام، اللي هو بول بانل ايه، بول بانل تيست. كده خلصنا الابيشن بار فيروس. ندخل بقى على فيروس جديد اسمه سايتو ميجالو فيروس. طيب سايتو ميجالو فيروس ده الترانسميشن بتاعه عن طريق السلايفا او سيكشوال او بلاد ترانسفيوجن، يبقى سلايفا سيكشوال بلاد ترانسفيوجن او اللي هو ايه اورجان ترانسبلانتيشن او كونجينيتال عن طريق الايه البلاسينتا. ايه الكلينيكال؟ السايتو ميجالو فيروس ده ما بيعملش حاجه، انت لو شخص هيلسي اسيمبتوماتيك ما يعملكش حاجه، يعني ممكن يعملك ايه انفكشوس مونونيوكليوزس لايك سندروم. ايه السندروم دي يا ابني؟ هي انفكشوس مونونيوكليوزس اللي هو فحم وفحل والايه وزاف ليفر انزايم. طيب هل بس هل هيكون في موجود؟ ازاي افرق بينها وبين الثانيه؟ الثانيه فيها مين؟ هيتروفيل انتي بوديز، صح؟ هتلاقي في الثانيه هيتروفيل انتي بوديز، ولكن هنا مفيش ايه، مفيش هيتروفيل انتي بودي. ده لو جه ايه، لو شخص هيلثي. طب لو شخص ايه اميونو كومبرومايزد بيشنت، هيلاقي عندك ايه هيباتايتس ونمونيا، ولو عندك ايدز هيحصل فيه رايانايتس، تمام، وكمان ايه دايري. خلاص طيب لو كونجينيتال بقى، يعني بينتقل عن طريق مين؟ اللي هو البلاسينتا، فممكن يحصل ابورشن او الطفل يبقى مولود بالمنظر ده، ان دماغه صغيره واللي هو الايه عينه بايظه بتاع بلايندنس وديفنس اعمى يعني، ومايكرو سيفالي وعنده مينتال ريتارديشن وكده. لو ده لو ايه، لو في اليوترس يعني. اما لو هو مثلا يا دوبك الام مثلا اصيبت اثناء مين، اثناء في الاخر يعني، فممكن ايه يحصل سب كلينيكال انفكشن عادي يعني، حاجات بسيطه يعني. تمام، او انتقل عن طريق الملك. احنا قلنا ان هو في الهيلث بيبول طالما ما فيش مناعه ضعيفه ما اسيمبتوماتيك. الليتنسي موجود في المونوسايت والماكروفاج والكيدني، والري اكتيفيشن بيعمل لي اسيمبتوماتيك فيروس شيدنج. بيعمل ايه برضو الفيروس يبدا يحصل شيدنج زي ما احنا قلنا قبل كده، يعني ايه فيروس شيدنج وبس مش ايه ليه اعراض او كده. بسم الله، دلوقتي هنتكلم على هيومن هيربس فيروس 6. هيومن هيربس فيروس 6 بنحششها بكلمه مثلا ايه، I am 6 years old but I love، واحد طفل عنده 6 سنوات كده ولكن ايه لاف، وجايب ورده لايه ورايح لحبيبته على التزلج ده. تمام طيب هيومن هيربس فيروس 6 انا بتكلم على ان هو بيصيب الليمفوسايت، بيصيب الهين الليمفوسايت. هو الاول بيدخل في السليفري جلاند ويعمل ريبليكيشن في السليفري جلاند ويطلع مع سلايفا ويصيب مين؟ ويصيب الليمفوسايت. طيب ايه الكلينيكال مانيفيستيشن؟ حاجه اسمها ده ورده اهيت يعني روز كده، روزيلا انفانتوم. حاجه اسمها ايه؟ روزيلا انفانتوم، او اسم تاني حاجه اسمها اجفانسيما سابيتام، عباره عن ايه؟ ده راش موجود على النك او الترانك او الفيس. تمام طيب احنا شايفين لوح التزلج دوت اللي هو رايح عليه لحبيبته ده، نوع ايه؟ اي ام ال Infectious Mononucleosis Like Syndrome. بيبقى اعراض Infectious Mononucleosis ظهر في الموضوع ده، اضافة الى الفيبرايل سيجرز. فيبرايل سيجرز، فيبرايل سيجرز، تمام. العامة دي ايه؟ هدول ان في فيبرايل سيجرز في الاطفال الصغيرين في الانفنتس.
تمام لو اتصابوا بالفيروس ده. عندنا الهيومن هيربس فيروس 8، راجل مفزوع اي هو ده 8 اي مفزوع بسبب النوع حلم بكابوس فبيجي له كابوسي، بيعمل كابوسي ساركوما اسوسييتد هيربس فيروس. ده فيروس بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي حاجه اسمها كابوسي ساركوما. عندنا بارفو فيروس، البارفو فيروس ده هو انا عندي نوعين من الفيروس، حاجه اسمها فيروس اسمه اوتونيموس بارفو فيروس، وده راجل اندبندنت ريبليكيشن، مستقل ما فيش ايه، ما يعتمدش على حد. اما ده ديبندنت يعني بيعتمد على مين؟ بيعتمد على هيلبر فيروس. هيلبر فيروس يبقى في فيروس ديبندنت اندبندنت وفي فيروس ديبندنت. الاندبندنت دوت اللي هو اوتونيموس بارفو فيروس، تمام. من ضمن الامثله بتاعت الاوتونيموس بارفو فيروس بي 19، بارفو فيروس بي 19 ده بيصيب الايه، ده ار بي سي زيت ولكنها زعلان هي عشان ايه، هي اما طيور، بيصيب الاما طيور اللي هو ايه ريد بلاد سيلز، تمام. فيعمل لي ايه؟ فيعمل لي طبعا انيميا، ابلاستيك انيميا. ابلاستيك انيميا ابلاستيك كرايزس في الناس اللي عندهم سيكل سيل انيميا او سيكل سيل ديزيز. لو واحد عنده سيكل سيل ديزيز تمام، فبيجي له ابلاستيك ايه، ابلاستيك انيميا. في حاجه اسمها اريثيما انفكتوزم، تمام. الاريثيما ديت بنشبهها بفيرس ديزيز او سلاب دي تشيك ديزيز، واحد كان واحد ضربك الايه بالعلم على وشك، تمام. دي بقى غالبا في الايه، في الاطفال او في البريجننسي. الطفل بيبقى مولود بيبقى ايه لونه احمر كده، هايدروباس فيتاليز، تمام. طيب في سكتش كده جميل اهو، ده ايه، ده رمز اهوت لمين، للهيدروباس فيتاليز، تمام. بيبقى الجنين بيبقى نازل لونه احمر كده وايه بالمنظر كده، ده يعني شبه المنظر ده كده. هذا ضرب على ايه، ضرب الواد ضرب على ايه، على وشه، فيفس ايه، فيفس ديزيز او سلاب دي اللي هو ايه، سلاب دي تشيك ديزيز اللي هو اريثيما انفكتيوزا. في بقى اللي هو ابلاستيك انيميا، في السيكل سيل انيميا عندنا ليه الخلايا من ده الابلاستيك ايه اللي هو سيكل سيل انيميا، اهوت واحد عنده سيكل سيل ديزيز بيجي له ايه، بيعمل له ابلاستيك بايه، ابلاستيك ده دبون يعني، بسبب ان هو بيدمر مين، خلايا مين اللي هو اماتيور اريثروسايتس. بس بسم الله، دلوقتي هنتكلم على الادينو فيروس، ولكن هنتكلم عليه في السكتش ده عشان نثبت المعلومات اللي فيه. الادينو فيروس عندنا اول مرض بيسببه ان هو بيعمل لي فارنجايتس، الاسود ديت فاتحه ايه، فاتحه بقى كده، هو من اسمه ادينويد، تمام، يعني في الفارنكس. طيب بيعمل لي فارنجايتس اللي هو بيعمل لي ادينويد اللي هي اللحميه يعني. طيب اضافه الى انه ممكن يعمل لي نمونيا وكده. يبقى اول حاجه عندنا ريسبيراتوري اكيوت فيبريل فارنجايتس اند نمونيا، تمام، خلاص نقول فارنجايتس ونمونيا. ايه كمان في السكتش، بيقول لك ان هو نيكد فيروس، طبعا ده في المورفولوجي، بينتقل عن طريق دروبلت ايه، دروبلت انفكشن، تمام، دروبلت انفكشن هو ايه، ده بيرمز لدروبلت انفكشن او ان هو فيكو اورال، ده الفيسز اللي تحت دي، تمام. ايه كمان بيقول لك ان هو في ده اللي هو ايه، لبس الجيش، تمام، هو بيكون كومن في الميليتري بيرسونز. في حاجه اسمها سويمنج بول كونجنكتيفايتس، ده سويمنج بول اهوت، ده سويمنج بول في السويمنج بول يعني، تمام. بيصاب بمين، بفارينجيو كونجنكتيفال فيفر، فارينجيو كونجنكتيفال فيفر، تمام، او بنسميها سويمنج بول كونجنكتيفايتس. طيب ايه كمان، احنا شايفين البول جايه منين، هنا كده من البلادر، فبيعمل لي هيموراجيك سيستايتس، هيموراجيك سيستايتس، هيموراجيك سيستايتس، كوز هيموراجيك سيستايتس.
تمام. برضو من ضمن الاضافات في الكتاب عندنا اللي هو جاسترو انترايتس ماشي، وكمان انترسسبشن عادي يعني، ده اضافه يعني. طيب ايه كمان موجود؟ هنا العيون اللي ظهرت ديت الحمراء ديت يدل على ان هو في كونجنكتيفايتس، تمام، او كيراتو كونجنكتيفايتس او اي انفكشن عادي يعني. شوف هنا الصوره نفتكر ايه؟ نفتكر هنا اللي هو فارينجايتس، تمام، نفتكر هنا ان هو موجود في الميليتري بيرسونز، عندي هنا ان هو سويمنج بول كونجنكتيفايتس اللي هو هيموراجيك سيستايتس، ان هو في اللي هو دروبليت انفكشن وفي كورال، طبعا كل ده افتكرناه.